أستاذ من فضلك، أنا من ما أدري من كم يوم كذي رفعت تقرير بخصوص موظف عندنا اسمها ابتسام. غياباتها تكررت وعدم حضورها، إلى جانب هذا ما تحب تشتغل. واضحة بعد شنو؟ تين تاخذيني؟ لا حبيبتي، ردي بتاكسي. يبا كلمها، ما يصير شنو أرد بتاكسي قدام بنات الجامعة يقعدون يعيبون علي راكبة تاكسي، ما يصير. إيه عادي ركبي تاكسي، ما يصير أنا كل مرة أطلع من دوامي مبكر عشانك. ها شايت زفرة، هذه كنا مو مستوية صح؟ زين أنت تحاكين بنتك وبنتك تشكي الحال من رأيلها، نظراتك لي هذه اشتغلتني فيها. كل ما اطلع من المكتب كل ما ادش القى تليفونك بيدينك، ركزي بشغلك. استاذه اسفه بس انا قاعده ادور حضانه لان ولدي وضعه كلش مختلف، مو لاقيت له حضانه. واحنا شكو بهالسالفه؟ ترى ذبحتينا، شوفين ايش صرفه. خلاص ابتسام، بس ليه متى نسيه؟ خليه يولي، شوفي شلون عايش حياته وانت قاعده تقطعين من داخل. اللي قاعد يصير إنه في واحدة مهملة مستهترة وخذت يزاها. هي بس أنت قلتي لي قاعد أسجلها مرضية. لا أنا ما قلت. وأنا فاضي قاعد أملح بالعيش يعني. شو نسوي فيه؟ قطة مثلاً؟ قلنا كل مرة تجي علينا بعشر. ما أدري عنك، ما تقول زوجتي موظفة رادة من الدوام تعبانة، يعطيها العافية مسويت لنا غدا. جانو ماتش مرضى الحج قاصر، العيش ما ادريش فيه، ما في يعطيك العافيه، ما في كلمه حلوه. بقي بعد افكر بس شلون. لا ماتش ماتش أستاذتك كلها بتكون حسبنا الله ونعم الوكيل، ويا رب ساعدني، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا بنيتي إذا هذا كله مكيدة مو مديرتك، المفروض تقدمين شكوى أو تظلم. ليش شكوى؟ ما شكوى، شو السوالف؟ تصور فيديو واحد وتحطه بالسوشيال ميديا وتلعن خير خيرها وتهزئها وتصير قضية راي عام وخلصنا. قضية الله يهداك، مشكلة إن أنا غايبة 30 يوم بالسنة من غير عذر، وفوق هذا أروح الدوام متأخرة وأطلع واستأذن، أصلاً راح يطلعوني أنا الغلطانة. أحس إن مالي مكان بالوزارة، لازم أشوف لي مكان ثاني. يا بنيتي
انت دارسه تجاره، وش هي الشغله اللي تصلح لك؟ ما ادري، ما اعرف، افتح لي مكتب، اشوف لي اي شغله ثانيه، ما ادري بقى للحين ما قررت. ابوك الله كريم، ان شاء الله تحصلين لي شغله احسن من الوزاره يا ابوك. الله موجود ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا بالحمام. هلا حبيبتي. هلا هلا حبيبتي. ما شاء الله تبارك الله، جاي من غير مناسبه خير ان شاء الله. هلا هلا بابوي، هلا حبيبتي، هلا هلا امي، هلا هلا طوي، هلا. استريحي ما استريحي. شلونك يا عمري؟ والله الحمد لله يما، انتم شلونكم؟ الحمد لله. اخباركم؟ تمام الحمد لله. الله يسلمك يما. يما والله شفت ناس زعلانه ومتكدره عشان ابتسام وكذي، قلت انا قاعد معاك شوي. اي والله من الصب وانا متكدره، زين سويتوا اللي جيتوا. يما ايش في ابوي؟ ابوك ما عليه الا العافيه، تغدوا وانتم فخراسه. تعالي هلا اعطيكم حلاوه. يلا يما خذ ابوي. يا بعد عمري. ما شوي أنا شوي عادي. خلي حق اليهال اول. يلا يما. انا بعد اعطيني. ان شاء الله. وي ورد كبير. جانو ديري بالك على مشاري، مو تسوين ولا شيء بالبيت بس جاب لي. زين مو يدخل الحمام يتعبث ويتعبث لي بالميك اب. زين. اي زين عافيه. ها وين على الله؟ ابد بروح حق رفيجتي، توا فاصلينها من الدوام. ايش بتسوي لها يعني؟ ولا شيء يعني، بواسيها. يلا على خير. هلا فارس. ابتسام، انا سمعت ان ابوك يقول حق ابوي انه فنشوك من الوزاره. شنو انت داك تشمت فيني؟ يا بنت الناس شو الكلام؟ صدقك انت ابتسام؟ يعني اذا ما صار بيننا نصيب، في عشره بيننا، في جيره، في اشياء وايده. شكرا على مشاعرك. تامر على شيء؟ ابتسام سمعيني، انا عندي محل شاريه من زمان بموقع وايد وايد زين، ويمه محلات وايده. قاعد افكر اقول لو انك تاخذين المحل
تمشين امورك وبعطيك اياها بدون اجار، ايش رايك؟ اوكي مبدئيا ما عندي مانع، بس قبل كل شيء لازم اعرف كم الاجار. 200 دينار زين؟ فارس شنو قاعد تطنز انت؟ اي 200 دينار؟ ذمتك الحين وين تلقى محل اجاره 200 دينار؟ يا بنت الناس انت الحين اخذي وانت واقفين على ريلك كيفك اعطيني اللي تبي تعطيني اياه. سمعيني انا المحل اصلا مو مستفيد منه، شاري وصار له سنتين. ما عندي وقت اصلا اني اشتغل فيه ولا اسوي اي مشروع. انا اقول اخذي انت وبتعطيني 200 دينار، انا اللي بستفيد. اوكي يعني ما اعرف شو اقول لك بصراحه، حتى لو باخذ محل ما اعرف اديره، ما اعرف شو بسوي فيه. راح تقدرين، ان شاء الله بتقدرين، وانا بوقف وياك. بس يلا اوكي. خلاص عطنا كذي كم من يوم افكر وارد لك خبر. مع السلامة. شو هالكلام؟ صدقك انت ابتسام؟ يعني اذا ما صار بيننا نصيب؟ في عشره بيننا، في جيره، في اشياء وايده. اقول لك شنو؟ حسيتنا ما لها لازمه. اقول ابي اشوف اللي اختارها شنو فيها من زود. امشي بس امشي. لا تفشلين نفسك تفشليني معك. امشي بس يلا فشلش تعالي. بس بتشوفينها ونمشي. يلا قولي لي انا احلى منها صح؟ اكيد. يلا خلنا نمشي. يلا حبيبتي. يبا ابتسام لما الحين قاعدة؟ يبا الله يهداك، بس ليش قلت حق ابو فارس انه فنشوني من الوزارة؟ ما فيها شيء ابوك، ابو فارس رفيجي من عمر وانا وياه
وما فيها شيء، ما هي معقولة أخش عنا أشياء ما تسوى. عشان كذي دق علي فارس يعرض علي المحل اللي عنده. زين اشتغلي؟ يبا بس فشل، أحس ما أدري يعني، أحس إن كسرنا خاطرهم عشان كذي اتصل فيني وقال لي. ما في شيء يا بوس، اشتغلي، إحنا وياهم جيران أهل، عرفت شلون؟ وبعدين يا بوس أنتي وراك مصاريف، وراك اقتصاد. وبعدين إذا رادة على الدول اللي آخذه أنا شوفت عيني. الحمد لله ما فيني شيء. لا يبا لا، أنا ألزم ما عليه صحتك، والمصاريف الثانية اللي حكينا عليها. يعطيك العافية زين نومتي. بابا ما يا؟ لا ما يجي. كالعادة بالدوانية. الله ما قصرت. يا ليت اللي صار حق ابتسام يكون عبرة ودرس للجميع. أنا ما أحب التهاون والتساهل في العمل، الغيابات الكثيرة بعد ما أحبها. الشرود وعدم التركيز بالعمل مرفوض تماماً. وبعض الناس اللي يعتقدون بالأقدمية أنهم فوق القانون هم غلطانين، بعد أحبهم يركزون وينتبهون لشغلهم ويحترمون شغلهم عدل. وأبيكم تقدمون أحسن ما عندكم. تعالي بدري يا أبيك. أنا أعترف أني عندي قصور في معرفة ظروف كل واحدة فيكم الشخصية، لذلك قررت أني أنا أتعرف عليكم يعني أكثر وأكثر، وقلت أبتدي فيك أنت أول واحدة. ما فهمت شنو المطلوب مني؟ يعني أتعرف عليكم وعلى عائلتك يعني، وأكون قريبة منكم. يعني أنت بغيت أن أنا أسولف عن أهلي وعيالي وكذي؟ لا 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 لا، يعني أنا حابة أزورك في بيتك، في وسط أسرتك، أولادك، أتعرف على زوجك، كذي القصد يعني. إيه بالعكس، حياك الله أي وقت تبين. لا مو أي وقت، أنا أقول لازم تحددين، أنا ما تعودت أطب على الناس كذي فجأة. يعني إذا يناسبك يوم الجمعة، أنا يوم الجمعة فاضية، إلا إذا كان عندك أنت التزام وزوارة أهل أو شيء. لا ما عندي. زين عيل، إن شاء الله ننطرك الجمعة على الموعد بإذن الله. بغيتي شيء بعد؟ عذاري عذاري. نعم نعم يما. وما تعالي مسكي اخوك، مشطي شعره وبدليله، ولا يوسخ ثيابه، ما الخلق ابدله ترانه. ان شاء الله ما عندي وقت. ايش دعوه يبا، ايش دعوه خبيتينا؟ ما ادري عاد من اللي بيي، كله مديرتك جايت لنا.
يبا ادري انها مديرتي بس هي وايد دقيقة وما لي خلق صراحة تقط بالويه وحكيها دفش ما لي خلقها. ايه عاد مو تفشلينا طبخي عدل. هذا اللي اقدرك عليه طبخي عدل؟ اقول لك يعني ساعدني يا معودة راسي. يا هلا مرحبا حيا الله استاذ غصون. يا هلا. اهلا وسهلا. هلا فيك حياك الله تفضلي. هذه بنتي عذاري. اهلا وسهلا. اهلا. ولدي مبارك. اهلا. وهذا الجعده مشاري. اهلا. هلا مرحبا. هلا والله. هذا زوجي فواز. اهلا اخوي. اهلا شلونك اخبارك؟ اهلا اهلا. غصون؟ ما شوفك تاكلين لكن طباخي ما عجبتش. لا لا قاعد اكل بس سرحت شوي. استاذ فواز انت وين تشتغل؟ انا عندي مكتب عقار نبيع ونشتري ونأجر بيوت. ليش ما قلتي لي بدريه؟ انا كنت محتاجه مكتب كذي بس ما كان عندي وقت. والحين صار عندك وقت؟ اي انا عندي امي تحدت لي بيت قديم يعني ماني عارفه ابيعه او اجدده. اقول يا ريت تعطيني رقم تليفونك او عنوان مكتبك علشان نقدر نتحكى بالشغل. ما يصير نتحكى بالشغل لوعنا كبد اليهال. ان شاء الله. حاضر. حسوني حبيبي. انت قاعد ماما؟ ايش فيك؟ شنو فيه؟ بسم الله عليك الرحمن الرحيم. وانا اقول شو ما تعشي حرارتك مرتفعة ماما تعبان حبيبي؟ ها حسون؟ تعبان؟ تعال بسرعة. هلا 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 حي الله مباهيل. عيدك مبارك حبيبتي. عيدك سعيد. هلا 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 محسن. هلا عساش من العايدين الفايزين. تقبل الله طاعتكم. عيدك مبارك عساش من العايدين. قول فايزين. ها هاي عيديتك.
وانت بخير حبيبتي. هلا والله. ها هاي عيديتك. هلا سلمى. عساش بالعيدين والفايزين. حي الله البنية الحلوة. عادتي عيديتك زيادة. يا عمري يا حلاتها يا زين. هش حلاتها. بسم الله عليها ما شاء الله تبارك الرحمن على هالشعر. واي وانا بنتي عيزت مع شعرها مو راضي يتعدل. كلك الشعر. لا تقولين كذي. بعد طرشي رسائل يا بدرية. بعد كل رسالة قاعدة تطرشينها قاعد تهدمين بيتك فيها. وهذا اللي أنا أبيه. أبي بيتك ينهدم يا متربية يا سنعة. وريلك الغبي ما يدري إنك قاعد تذلين نفسك حق واحد غريب. يا بنت الأصول يا بدرية يا بنت الأصول. تلاقيش يا مدام ابنك ما فيهوش اي حاجه خالص. هي حمى بسيطه بس عشان قلبه تعبان فالاعراض جت قويه شويه. هنكتب له دلوقتي على مضاد حيوي وشويه فيتامينات وهيبقى كويس. بس انت اهتمي باكله شويه. اي ان شاء الله. حاضر ماشي. دكتور حاضر. مشكور. الف سلام عليك. الحمد لله. الحبيبي حبيبي البطل. شفت هل انت ما فيك شيء؟ اي والله يا ريت استاذ تستعجل لي بموظف او موظفه لانه الحقيقه صار عندنا نقص في القسم بعد ما فنشنا ابتسام. الشغل الحين انا قاعده اوزعه على الموظفات اللي عندي. يا ريت. شكرا شكرا لك استاذ ما تقصر. شكرا. ألو أستاذ فواز. مرحبا. أنا غصون إذا تذكرني. أنا مريتكم من يومين فاكرني ولا لا؟ هلا والله. بس منو غصون؟ أنا رئيسة قسم بدرية في الوزارة وأنا كنت عندكم من يومين بالبيت تغديت عندكم. إيه هلا والله. هلا والله. سامحيني ترى أنا ما ثبت لسامي. إيه مو مشكلة. أنا يعني بغيت أمرك المكتب عشان نتكلم عن موضوع بيت الوالدة. إيه حياك الله حياك الله بأي وقت. لا أنا أفضل إنك تعطيني موعد محدد عشان نلتقي لأنه أنا يعني ما أقدر أهد شغل الوزارة. أنا وايد ملتزمة. إذا تحب بعد الدوام نقدر نلتقي مع بعض من فضلك. إيه خلاص يناسبك باكر الساعة 6 المغرب. إيه خلاص أوكي. أنا ما راح أتأخر. مع السلامة. عم شاري. هلا. هاي تعال. شلونك؟ ايش قاعد تسوي؟ بلعب. شنو تلعب؟ الله
متى تسمسج؟ هذا انت بالشارع الرئيسي عدل. اول دخله يمين ايه؟ مو اول دخله ثاني دخله الدش هذا البيت اللي بزي رقم 12. السلام عليكم. عليكم سلام ورحمه الله. هلا والله. هلا استاذ. هلا والله. بس رامي بعد اذنك بس لو تجيب لنا تشربين اي شيء شاي من اثنين شاي ان شاء الله. هلا والله. هلا بشونك شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير. الله يسلمك. الله يسلمك. حياك. استريحي. هلا ومرحبا. حيا الله من زارنا. الله يسلمك. الحقيقه أنا الوالدة تركت لي بيت وهذه أوراقه، وهو البيت للحين باسم أمي، فيعني حابة أتصرف بالبيت بس هي للحين ما نقلت لي ملكيته. إيه كذي ما راح نقدر نتصرف في البيت أو نعرضه. أول شيء تشوفي لك محامي ينقل لك الملكية باسمك، بعدها تعالي لي ونسوي اللي تبينه. إيه لأنه يعني قلت بدل ما البيت يكون كذي ما حد مستغله قلت يعني أبيعه وأتصرف فيه. حاضر حاضر. بس مثل ما قلت لك أول شيء ننقل الملكية باسمك بعدين نعرضه بالسعر اللي تبينه. يعني أول شيء أول خطوة أروح حق المحامي. بالضبط. زين ماشي. حياك الله. حياك الله. ايه بسطيف كلمت لك انا رامي. ايه جايك بالدرب. ايه ايه ماشي 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 ماشي. حياك ام فيصل حبيبتي. الله يحييك يا حياتي. الحمد لله يا ربي على كل حال. الحمد لله على كل حال. ساحضر لك حبلا حيا حبيبي. ها حسون ويش فيها المسيتشين يا حياتي؟ حرارتها مرتفعة والله. وديتها المستشفى عطوا أدويته وللحين الحرارة مرتفعة. بسم الله عليك حبيبي. بكرة بعد أنت راح الدوام؟ هي بسم الله الرحمن الرحيم. ما أقدر أروح الدوام. وين أخليه؟ ما أقدر أهدأ. الله كريم يا حبيبتي. الله كريم. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك. واي حبيبي. أحسوني أحسن؟ ها؟ يا حبيبي؟ بسم الله عليك حياتي. حبيبي انا اسعد بها كثيرا. تبي ماي حسوني؟ اشرب ماي. هي اعطي اعطي ماي. بسم الله بسم الله. امي حبيبي حبيبي. رغم اني اراه واسمعه يشخر ليلا لم اتكلم معه سابقا. عفوا يا شاطر حبيبي عطشان. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. بسم الله. شفتي؟ الطبخة اللي طبختها على نار هادية كأنها استوت. أنا طالع. تبين شيء؟
لا ما بشي، سلامتك. شاري نام؟ إيه من زمان هو الياهال ناموا كلهم. يلا زين. إيه صج، ترى رئيسة قسمك مرتني المكتب اليوم. ليش إيش عندها؟ مو ذيك يوم كانت عندنا قالت عندها بيت بتخلص أوراقه وتمر علي. إنزين، وين المشكلة؟ ماكو مشكلة، بس قاعد أقول لك فيك. هاي زايق أقول لك. I feel like...